جاء في حديث ابن عباس قال اني رميت بعدما امسيت، قال لا حرج، صححه البيهقي. فهل هذا صحيح وانه يجوز رمي جمره العقبه بعد غروب شمس يوم النحر؟ هذا جاء عن الرسول يوم النحر، يعني البخاري عن الرسول يوم النحر، مو في يوم التكبير. سئل يوم النحر بعد، قال حسين رميت بعدما امسيت، يعني رمى في اخر النهار، هذا مجزي عند الجميع، اذا رمى اخر النهار مجزي يوم العيد. لو جرى بعد الظهر بعد العصر لا بأس، ما هم معنا في الليل، لأن سأله قبل أن يجيء الليل، سأل النبي قبل أن يجيء الليل، ما رميت قبل ما أمسيت بعد ما دخلت في المساء للزوال، فإذا الشمس دخل في المساء، هذا معناه أنه رمى بعد الظهر أو بعد العصر فيجزي ولا بأس. أما الرمي بعد غروب الشمس هذا محل خلاف من أهل العلم، من أهل العلم قال إنه يجزي، قول جماعة من أهل العلم وقول قوي، وقال آخرون إذا غابت الشمس لا يجزي بل يؤجل ويرمي بعد زوال الشمس من يوم الحادي عشر، قبل يوم الحادي عشر، يوم جمرات العقبة في يوم الحادي عشر بعد الزوال قبل أن يرمي جمرات الحادي عشر، هذا هو مشروع عند العلماء. وقال آخر يجزي إذا رماها بعد الغروب إذا فاته الرمي في النهار ورمى بعد الغروب عن اليوم الماضي أجزاء، وقول القوي لا بأس به عند الحاجة، ولكن ينبغي المؤمن أن يجتهد حتى يرمي في النهار كما رمى النبي صلى الله عليه وسلم وكما رمى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في يوم العيد، وهكذا في الأيام بعد يرمي بعد الزوال قبل غروب الشمس. فإذا ضاقت عليه الأمور وغابت الشمس ولم يرمي أجزأه الرمي على الغروب إلى آخر الليل على الصحيح. إذا وقع الإحصار في حج نفل ولم يتمكن من التحلل بعمرة فهل يجب القضاء أم لا؟ شكرا لكم.